عسلامة البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد وفيديو العيد. ان شاء الله كل عام واحنا وانتم بألف خير، وربي يحينا ويحييكم لامثاله. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في خير ونعمه يا ربي. كي تعدى في ساعة رمضان وجاي العيد، ان شاء الله تكونوا عديتو في احسن حال وفرحانين وعاملين جو. دونك البنات كيما تعرفوا كل دار تونسيه تحتفل بطريقتها في العيد، وكل ولايه من ولايه تونس اكيد عندها اللمسه امتى. فاليوم حبيت نبارتاجي معكم شوية من الأجواء اللي عندي في الدار، لكن قبل كل شيء باش نمشي ونشوفه مع بعضنا النحاس اللي سألتوني عليه المرة اللي فاتت في فيديو الكعك. فحبيتنا هكا نعطيكم لمحة شنو شريت ولا عند شكون شريت خاصة. دونك برشا منكم سألتوني كسوا في اليوتيوب ولا على انستغرام. باش نقولكم راهو النحاس هذايا بصراحة من أروع ما شريت، ياسر تحفونا الكاليتي، دونك ياسر مزيان الحقيقة متاع ربي، وخديته من عند مرا ياسر محليها عسل الدنيا، ولقيتها هي أرفق واحدة. انا قبل ما خذيت راني سألت وشفت على درت لي باج الكل، وارفق واحدة هي اللي خذيت من عندها. وبس بيعطا نقول لكم عليها، تو نتجه لكم زيدا في الانستغرام عندي في ستوري، دونك امشيوا لها وحكي معها وتبعث لكم وين انتم. خذيت الخاصة اللي وريتها لكم الاولى، وخذيت النورات هذوما يسر تحفونين نجموا تحطوا فيهم يعني كيستي اخضر من نانا، ولا تنجموا تحطوا فيهم زيدا شوية فاكهة مكسرات. خذيت الصحفة هذه البول نحاس زيدا، دونك هذه راهو ما تخلطش فيها حاجة لكيد، تنجم تخلط فيها حاجة جافة، لكن تجي معها صحفة أخرى إذا كانت تحبوا مثلا تركضوا فيها عظم مثلا، ولا تعملوا فيها أي حاجة لكيد راهو ما يزبكمش تحطوا منكم لنحاس. دونك هذيك راهي تجي معها، وهيك دوزونا تقعد يعني تحب تركض تحط الصحفة البيضة، وتحب إذا تحب يعني تخلط حاجة شيحة دونك تخلط ديريكت في صحفة نحاس. وخذيت لي بول هذوما زادة صغرونات 4 كعبات محليهم، خديتهم يعني للي زانجريديون مثلا باش نصغر رسيت ولا حاجة تبدا حاجة تونسية. الحقيقة يسر منظر محلو، مم حتى تنجموا تقدموا فيهم اللي تحبوا. دونك هذو هما المشتريات نتاعي. بالنسبة للأسوام امشي ولا هي تعطيكم الأسوام كل قطعة. أنا الحقيقة نسيت على خطر الكل وخذيته في قالب بعضه، ما نجمش نعطيكم كل حاجة قديش بالضبط. دونك امشي ولا هي تنتجيه لكم في الانستغرام، هي اسمها رجاء بالطيب، دونك تنتجيه لكم في ستوري في الانستغرام. شينو توا عندها باج فيسبوك وعندها جروب زادة، توا نحط لكم اليوم نتاع الجروب نتاعها في التعليق مثبت، وامشي ولها وما تنسيوش باش تقولوا لها راه جينيك من عند نوسا. دونك هذا هو بالنسبه للنحاس. توا باش نتعداو للنهار الاول، نهار العيد اللي نعديه في دار اهل زوجي يعني في دار احمتي الحق محليها لما. دونك ما نجوش نعدي العيد وحدي في الدار الحق رغم انه الظروف، لكن مشينا ومن الدار ما خرجناش. بالطبيعه شرموله معروفه عليها ولايه الساقس، دونك شرموله وحوت مالح. دونك الحقيقه راني ما صورتهمش يعني كوصفه في القناه على خاطر ما نحضرهمش انا ديجا، ماما تعملهم وتبعث لي، والا اخت راجلي زاده تعملها، وهذه ديجا هي اللي طيبتها. دونك ياسر ابنينا، وهذيك هي شنو نفطروا احنا الصباح، طرف شرموله وحوت مملح ملحوه قبل بايامات، ومن بعد ليله العيد ننفخوه في الماء باش يتنحى هيك الملح، ومعاه كاس حين لحلو. دونك هذه هي عاده من عادات ولايه الساقس في العيد، الفطر نفطروا على الشرموله، وفي النهار نطيبوا عادي ما يقلقش. ونسيت ما صورت لكمش الخبز على خطر ما شليناش من الكوشه الحق، عملنا كل شيء وحدنا في الدار، اما نسيت كما قلت لكم ما صورتش. من بعد كيف كملنا لما نتاع العيد اكيد باش نروح للدار وباش نعمل هكا شويه جو وحدي عيد في الدار. دونك حبيت هكا عملت فطور صباح يعني عادي راهو بالحلويات اللي عملناها مع بعضنا وهبطناها في القناه. دونك بديت بالكعاب الشوكولاته اللي برشا منكم جربوهم وشيخوا بالوصفة، بصراحة من أروع وألذ حلويات، اقتصادية على قد ما هي اقتصادية على قد ما هي بنينة على الاخر. دونك انا توا باش نمشي نكمل نحضر الطاولة ونشوفوها كيفاش باش نزينوها من بعد.
كما شفتوا هوني كل البول النحاس خلطت فيها جوست الفاكهه ديريكت على خاطر ديجا حاجه شيحه ما تطمهيش حاجه ليكيد. لو كان باش نخلط فيها حاجه ليكيد كيما راني حطيت الصحفه البيضاء. دونك انتم اذا كان حبيتوا تشريوا بول نحاس ماذا بكم تسالوا اقبل. دونك اسكو تنجموا تخلطوا فيها كل شيء ولا لا؟ على خاطر فما نحاس بتاع يخلطوا فيه كل شيء وفما نحاس يخلطوا فيه حاجه شيحه. دونك هذه لازمكم معلومه تعرفوها باش ما تحصدوش. دونك مشيت حطيت السكر في كل البونبونير الصغرونة وباش نفرغ زادا دبوزة جو باش نكمل نحطها في الكراف وباش نمشي نكمل نحضر الطويلة متاعنا. وما ننساوش بالطبيعة الحليب لازم نخليوها يسخن باش يزلوني على البرد. هذه اللي وريته لكم في الفيديو تحضير متاع تنظيف المطبخ متاع رمضان وقتها شريته قلت لكم من سوق فرنسا وراه يتوقع ان رخديته وقتها 20 دينار. دونك كان لقيته منه راه منظره ياسر محليه ومزيان خاطر برشا منكم زيدا رجعوا سالوني راني خديته من سوق فرنسا موجود حتى في برشا بوتيكات اخرين يبيعوا هيك الماعون والجهاز تلقاوها زيدا راهو في الزون هذيك بين العشرين وبين الخمسة وعشرين. دونك شوفوا محليه كملت حضرت انا سخنتو باش نكمل نحطو في الصينية متاعو كيما نقولو احنا العالق فمعها السكر وباش نكمل نحط كيسين الجو وباش نمشيو نحضرو الطويلة المزيانة متاعنا. بل ما ننسى مشيت للسوري ميكس اللي موجودة في البلاد العربي صفاقس دونك دخلت لها لقيتهم جايبينهم جدد الكيسين هذوما بصراحة ياسر تحفونين. خديت 6 ب 16 دينار ياسر تحفونين للعصير للجواجم تعملوا فيهم جواجم تعملوا فيهم هكا فازيت هكا ياسر تحفونا شكلهم ياسر مضخم مزيان للي تزهز دونك وعجبوها. دونك تمشي السوري ميكس متاع بلاد العربي تلقى منهم كيما قلت لكم راهو 6 ب 16 دينار. توا انا باش نمشي نكمل نحضر الطاوله ونشوفوا اللمسات الخفيفه الظريفه اللي باش نزينها بالموجود بالطبيعه. دونك بحاجات هكا بسيطه نحاولوا نزينوا طويلتنا.
وهذه هي طبيبتنا المزينه كملت حضرت. دونك ما نعرفش اسكو نستاهل حق الملح ولا لا، وراه حق الملح لرمضان كامل والتعب نتاعو، وزيد المثالش نخدموها بطوره مزينه نهار العيد ولا ثاني عيد. دونك هذه هي طبيبتي، قمت لها الصباح بكري باش نكمل نحضرها. دونك راني حضرت جوست فطوري، انا فطور راجلي خاطر نقومو بكري وسيم يصبح للنص النهار، دونك هذاك علاش ما حطيتلوش الفطور نتاعو الحق نتاع ربي. اما كيف قام هو اكيد نلقى كل شيء منصوب، خاطر نخليه هكا بوفيه محلول. دونك وقت ما نجي نحب ناكل حاجه حلوه نلقاه جوست هكا، بعد نغطيه يقعد يعني ما يصير له حتى شيء. دونك فوالا، قولوا لي عاد انتم ان شاء الله تكون الطاوله عجبتكم، وهكا الجو اللي عملته البسيط والخفيف الظريف زاده في الدار كيف كيف عجبكم. بالنسبه لحق الملح راني مانيش باش نقول عليه على خاطر ما عنديش، ما فهميش مازال يبطى شويه حسب ما قالوا، الله اعلم شنو هو. ان شاء الله تكون حاجه باهيه. دونك ان شاء الله تكون البنات تفرهتوا بالحق في الفيديو هذايا وعجبكم. نخليكم توا في امان الله، واكيد اكيد اكيد نتلقاو في فيديوهات اخرى. باي باي وبسلامه.